باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما الأخرى. عندنا الناس انقسموا في الأخذ بالأسباب إلى طرفين وسط. في الأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب أو لا نأخذ بالأسباب، انقسموا إلى طرفين وسط. قسم ينكر الأسباب، من هم؟ جبرية. جنون منك أن تسعى لرزقك، قال مجنون أنت تسعى للرزق والله سبحانه وتعالى رزق الجنين في بطن أمه، هذا لا يأخذ بالأسباب، هذا طرف. الطرف الثاني يغلو في الأسباب خرافيا، كل شيء يقول تعتقد فيه ينفعك ويضرك من دون الله، أعوذ بالله، شرك أكبر. ولهذا تجد كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، يقول يلبس عمة كالبرج وجبة كالخرج والمسابح والخواتم والسلاسل وكذا، ايش هذا؟ يعتقد في الخاتم، يعتقد في الثوب، يعتقد في اللباس. وسيأتي الآن في باب التبرك الصحيح الوسط، لا نثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى أو ثبت حسا، الدواء مثلا، شرب العسل، نعم، الرقية الشرعية نثبت ونعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع. طيب، بعد هذا ذكر أيضا